السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد. وفي هذا المقطع شرح بوبجي. يا جماعة أحس أنها شيء جدا غريب، بس باختصار شرح اليوم عن صراحة ما أدري أوكي ما علينا، شرح اليوم عن هذه الفعالية في البداية كيف تأخذ، يعني باختصار عشان ما أطول عليكم الشرح، كيف تأخذ الشخصيات مجانا. يب، شخصيات مجانا وسلاح كروزا وسيارة. يب، هذا اختصار للفعالية. في البداية عندك حاجتين، أول شيء ترقية، هذا إذا أنت عندك كاش ب3000 تأخذ الباكج كامل، متقدم تأخذ شخصيتين، العادي ب300، شدة تأخذ هذه الشخصية بس، هذه الشخصية، هذا أول شيء. طيب كيف تأخذها مجانا؟ في البداية أي حاجة تستلمها، يعني خلينا نقول الأشياء المؤقتة لا تصرفها، أو خلينا نقول لا تحولها لعملة، خليها مثل ما معك، أو خلينا نقول الأفضل أنك لا تستلم ولا شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد. وفي مقطع اليوم جوجاتسو، تقريبا هذا اسم الانمي باختصار. ببجي نزلت فعالية الجوجاتسو او حدث باختصار. طيب يا شباب باختصار، الفعالية هذه تعطيك اول شيء رقصة مجانية، ثاني شيء رقصتين مجانيات، شيء حلو، وبرضو عندك ميدالية مجانية، هذه ميدالية حق شنطة مجانية برضو فخمة. طيب باختصار كيف تاخذ شخصية مجانا، او خلينا نقول يب شخصيات مجانية وسكنات دائمة، وبرضو تاخذ لك اشياء ثانية مثل كروزا، سيارة، ميتيريال او ميتيريال، هذه الاشياء كلها في البداية. في البداية خلونا نشرح لكم، كل يوم عندك 140 او 150 نقطة بس، كل يوم 150 نقطة. ثاني شيء الاشياء المؤقتة مثل هذه الشخصية رقم واحد، دقيقة، هذه الشخصية لا تستلمها عزيزي المشاهد، خلها مثل ما هي عادي. اثنين، تسوي الفعالية لين تغلقها كامل. في البداية قبل ما نكمل الشرح، اذا تحب تشتري الشخصية العادية، هذه الشخصية، هذه 300 شدة، متقدمة ب600، تاخذ لك شخصيتين، البنت وطاق الولد، وثلاث شخصيات، اهم شيء هذه الشخصية الافضل. طيب هذا اذا يعني عندك شدات، اذا ما عندك خلص الفعالية بدون ما تستلم ولا شيء، او بدون ما تستلم الشخصيات بس، شخصيات لا تستلم، نخليها مثل ما هي. ثاني شيء توصل عند هذه الاشياء، هذه بعد ما تنتهي الفعالية، طبعا الفعالية تنتهي عند الرقصة دي اللي قيمتها 2991، وكاجمالي ان تاخذ كل باليوم الواحد 150 او 100، والفعالية مدتها شهر، يعني ان تجمع تقريبا 3900 وحاجة و50. يعني باختصار بعد ما تاخذ الرقصة هذه كل يوم تلعب، تاخذ لك 13 صندوق من هذه الاشياء. الصندوق الواحد فتح باليوجي 810 شدة، او انت عندك تقريبا 1200 او 1100 عليها، يعني باختصار يمديك تفتح 300 او 13 صندوق. صندوق في هذه الشخصية الاسطورية، يا اخي والله شخصية فخمة، وهذه الشخصية برضو فخمة. عندك سلاح الكروزا الذي يتطور، وعلى فكرة السلاح هذا ميثك. سيار الجونيو جوجوجوستو، عندك الرفيق اللي حبيبي والفخم، برضو عندك هذه الماتيريال والرقصة. ما علينا من هذه الأشياء، باختصار عزيزي المشاهد لا تجمع ولا شيء لين توصل للنهاية. في النهاية أنا راح أشوف طريقة أو جليتش أو شيء عشان تأخذ هذه الأشياء تكون مضمونة وبس. والله وعذروني على الإطالة، أصلا ما أدري إيش أنزل، والسلام عليكم.